بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بيشرفني ان انا اكون معاكم النهارده في حضور معالي النقيب حسين بيه وفاطمه هانم وبحضراتكم، وشرف ليا ان انا اكون محاضره معاكم في المكان حسننا الحصين زي ما حسين بيه قال. وانا عايز اضيف لحضراتكم كلمه بسيطه جدا قبل ما ابدا، انه احنا في الجامعه بعد ما بناخد الدكتوراه بنلقب بلقب مدرس، وعلشان ناخد كلمة أستاذ لازم نعمل 5 أبحاث في 5 سنين، ثم 5 أبحاث للترقي من أستاذ مساعد لأستاذ. نقابة المحامين المصرية بتمنح حضراتكم لقب الأستاذية بمجرد القيد فيها، فشرف ليكم وشرف لينا ان احنا ننتمي كلنا لنقابة محامين مصر. لازم تبقوا عارفين دي، ان انت في اي مكان بتقول انا الاستاذ فلان، الاستاذيه وسام ورقي، وشيء محترم جدا نقابتنا بتمنحه لينا كلنا الحقيقه. وانا اذكر انه في مره كنت بقابل جوده بيه الملط وكان رئيس مجلس الدوله هو وقتها، فانا داخل قاعد معاه فقال لي ازيك يا استاذ جمال، فانا الحقيقه شعرت انه قلل من شاني شويه يعني، فقال لي انت زعلت؟ قلت له لا. قال لي بالعكس، ده الأستاذية هي أرقى وأعلى من إن أنا أقول إنك دكتور وإن أنا أقول إن أنا كذا. قال لي أنا رئيس مجلس الدولة ويسعدني إن أنا أقول أنا الأستاذ جودة الملك. بالظبط، فهو كده. فأنا يعني حتى الكرنيه بتاعي مكتوب لي فيه الأستاذ دكتور جمال موسى دياب في النقاب، فشرف لينا كلنا الانتماء. وأنا دايما بحب أبدأ بكلمة من القرآن، رب العباد أول كلمة قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. أنا وصية خاصة لكم بقولها دايما في كل المحاضرات اللي بتشرف بلقائكم، وهي القراءة. نقرأ ونتفحص ونتمحص ونضع أوراقنا على بساط البحث ونقرأ بجدية وبعناية، لأنه أنا دايما بقول مكاسبنا في قضايانا بتعتمد على أخطاء الإجراءات، أخطاء الكلمات، كل هذه النقاط. إذا لم تكن قارئا جيدا سيمر عليك هذا الأمر بحلوه بمره، ولكن هي وصية خاصة أحب أبدأها مع حضراتكم. هو سبق في محاضراتي السابقة، أنا أتذكر أني اتكلمت مرة في جرائم الموظف العام، واتكلمت مرة في الدفوع الجنائية، معرفش حضراتكم حضرتوا معايا ولا لا، واتكلمت في الحبس الاحتياطي وتعديلاته والمستهدف منه. المحاضرة اللي فاتت ما كانش ليا شرف حضور حسين بيه ولم تكن مسجلة عشان حضراتكم تشوفوها على اليوتيوب، فأنا يومها كنت بتكلم في جرائم الاعتداء على العرض، وده كان موضوع أنا الحقيقة كان ليا كتاب فيه وكان ليا فيه تعديلات تشريعية كنت بأوصي بها إنه البرلمان يعدل أمور إحنا بنشتغل بيها في محاكمنا وفي أحكامنا ولكن ملؤها العوار. فكان لزاما علي أن أكرر على ما سمع حضراتكم مسألة جرائم الاعتداء على العرض، وهربطها بجزء بسيط في نهاية المحاضرة بالجرائم المعلوماتية، لأنها بينسلخ منها جزء بنروح فيه زي جرائم الشكوى المحصورة بصفة ومدة ومتعلقة بالأعراض بالسمعة، وبالتالي بضمها لجرائم الاعتداء على العرض. احنا دايما بنسمع مع بعض انه كلمة التحرش، بنسمع كلمة هتكوا العرض، بنسمع كلمة الاغتصاب، بنسمع كلمة الزنا، كلمات كتبها المشرع ونعمل بها، ولكن لكل منها مفهوم خاص. فمنها ما حدده المشرع بأنه يقع على الرجل وعلى المرأة، ومنها ما يقع من رجل على امرأة، وحدد وحصر المشرع أشياء وجدت فيها عوار مما جعلني يعني أؤلف كتاب كامل وأضع فيه هذه التعديلات. فلما جيت أدرس في الأصل كلمة هتكوا العرض، بالبلدي وباللغة البسيطة بتاعتنا تعريفه بيقول كل يد تمتد
لتمس جزء يعد عورة في رجل أو امرأة. إذن المساس بهذا الأمر هذا هو هتك العرض. طيب، هل يقع من رجل على امرأة ومن امرأة على رجل؟ أي مكان يعد عورة عند الرجل أو عند المرأة تم مد اليد إليه بين أمام جريمة هتك العرض. طيب، نيجي نلاقي المشرع ربط عند كده ولم يعطيني الشروع في هتك العرض، ما قالهاش. احنا عندنا في القتل، في قتل وفي قتل خطأ، مش كده؟ قتل العمد، وفي الشروع في القتل. وكلمة الشروع كما علمناها وتعلمناها هي البدء في عمل من أعمال الجريمة. طيب، لما بيخيب الأثر بنعاقب على الشروع، إنما لما جينا في هتك العرض ما لقيتش المشرع تدرك، يعني لم يدرك الشروع، ولكن تصادف وجودي أمام شاشة سينما بتفرج على فيلم أعتقد حضراتكم شفتوه أو شفوه من سنين، وأنا وقتها كنت بعمل الكتاب بتاعي، فكان من الحاجات اللي أضافت لي كان اسمه 678 نيلي كريم وأشخاص بالظبط. فوجئت بأن زوج السيدة كان من المعتدين على أنه ينتقل بالأوتوبيس العام، فكان بياخد ليمونة يحطها في جيب بنطلونه ويطلع يركب الأوتوبيس ويقف خلف المرأة الموجودة ويحاول الاحتكاك، إذا استجابت كان يمارس هتك العرض، إذا لم تستجب فكان يقول يا فندم دي ليمونة، أول ما تبدأ تعنفه أو تضربه أو تشتمه والله يا فندم كذا. هنا ده بيسمى عندي أنا في القانون هذا هو الشروع، لأنه بدأ في عمل من أعمال الجريمة، فلا بد أن يضع المشرع لهذا الأمر تجريم. وإذا احنا قلنا الجرم هو كل إثم جرمه القانون ووضع له المشرع عقوبة يعاقب عليها، إذن هذا الأمر سقط من المشرع، فأردت التنبيه له في رسالتي إنه حط لي عقوبة على الشروع إذا ثبت وقوعه. طيب، جينا نروح لجزء آخر وفوجئت بإنه قال لي الاغتصاب وتعريفه. قلت له تفضل. قال لي الاغتصاب يقع من الرجل على امرأة، وربط حدد رجل وامرأة، وقال باستعمال العضو الذكري في المكان المعد له في المرأة، وسكت وابتدى يرتب على هذا التصرف أو على هذا التشريع عقوباته. فابتدى يعني، ودي لازم تكون موجودة عند حضراتكم كتير، إن أنت لازم تشغل القريحة شوية، دماغك تشتغل وتبتكر، ولأنه احنا طول عمرنا بنقول من هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يستنبط حكم من أصل، يطلع قاعدة جديدة. فأنا لما قريت قلت طيب، أنت النهاردة بتقول لي الاغتصاب يقع من رجل على امرأة وباستعمال جزء معين في الرجل في المكان المعد له في المرأة. طيب، هو أنا عندي الفاعل في الجريمة كم واحد؟ لو نفتكر مع بعض في الجنائي عندي فاعل أصلي مش كده؟ وفاعل معنوي وفاعل بالتحريض وفاعل بالمساعدة وفاعل بالإخفاء، كل ده. ماذا لو أتت امرأة ومكنت رجل من اغتصاب سيدة؟ دورها إيه؟ لو مسكت وأكدت وهو مارس الأمر، هنا هتبقى دورها إيه؟ فاعل ولا مش فاعل؟ يبقى أنت يا مشرع ضيقت لي وقلت لي لا يقع إلا من رجل وعلى امرأة. هنا كان لابد أن أنا ألفت نظر المشرع لهذا الأمر وأقول له حط لي تشريع أن المرأة إذا ساعدت وشاركت تتحمل ذات العقوبة، زي إحنا ما بنقول في الرجل اللي بيحنث في اليمين بنديله 3 سنين، لكن لو شهد في يمينه وأدت شهادته إلى إعدام شخص بيعاقب بذات العقوبة، مش كده ولا أنا بقول كلام مش مسموع؟ عارفينه. طيب، أيضا المشرع ربط وقال لي العضو الذكري في المكان المعد. فوجئت إنه هناك بعض الأطباء ليلة زفاف يقوم هو بهذا الأمر بغشاء البكارة وفضه. أنا طبعا بكلم أساتذة قانون، ما فيش حياء بينا، إن كانوا بناتي أو أخواتي أو زمايلي، فأنا عشان كده بشرح الأمر. طيب، يبقى إذن هنا الطبيب قام بجراحة أدت إلى فض هذا الغشاء. أيضا في حالات الاغتصاب البعض لا يمارس، هو يهتك أو يقطع الغشاء بآلة حادة بيده بكذا بكذا، يبقى برضو المشرع اداني فرصة أنا إن أنا أبرأ مجرم ارتكب جريمة الاغتصاب نفيا لأدلة الثبوت.
اقول له معاليك احنا لما رحنا الطب الشرعي واشتغلنا لم نجد الرجل قد جامعها بعضوه الذكري، هو فض هذا الغشاء بمطوه او بخشبه او بألم او كذا او كذا، اذا انتفت الجريمه لان المشرع ضيق عليا ووصفها بشيء واحد. ايضا لم يضع للمراه دور في العقوبه، ما حطهاش فاعل او مشارك معايا في هذا الامر، وبالتالي كان لزاما ان اضيف هذا الامر على ما سمعكم. عشان خلي بالكم لو تعرضت انت لجريمه من اللي انا بحكي فيها، بص على الكلام ده وهات الكود بتاعك وشوف البيه المحامي العام مدي قرار الاحاله والقيد والوصف شكله ايه. لو قال جريمه اغتصاب جنايه كذا و و و هو حلو قوي جميل، ابدا اقرا جوه الاعترافات ايه، التحريات ايه، الضابط اشتغل ازاي، الطب الشرعي قال ايه، وامسك الماده اللي وصفها للعقوبه وافتحها، هلاقي قدامه بيوصف لي اللي انا قلته ده، انه يكون عمل كذا عمل كذا عمل كذا. هنا انا اقدر اطلع الجاني او المتهم هطلعه برا. ليه؟ لان هناك قصور في التشريع. طيب الادهى من هذا انه نجد انه جينا لجريمه لطيفه قوي بقى، ودي الحقيقه الى الان انا في حيره من امرها، بمعنى هتكلم على جريمه الزنا والتشريع بتاعنا والقصور في المواد اللي بتعاقب على هذا الامر. جينا لجريمه الزنا لقيت فيها مشكله. الزنا حددناه ان يكون رجل معصوم وامراه محصنه، يعني زوج وزوجه. لما مسكت خيانه الزوج ومسكت خيانه الزوجه لقيت المشرع لم يكن عادلا في حق المراه واتهامها، اضاف لها الكثير وميز الرجال كثير. ولذلك انا فاكر وانا بعمل الكتاب ده اللجنه اللي كانت بتناقشني فيه قالوا لي كده انت معانا ولا علينا؟ قلت لهم لا، انا اعرف ان العداله معصوبه العينين فبتشتغل عليا وعلى غيري، انما لما الاقي المشرع يقول لي اذا مارست الزوجه الزنا في اي مكان يستطيع الزوج تحريك دعوى الزنا عليها. طب انا كزوج قال لي ان يمارس الزوج، خلي بالكم المقارنه لما اقول الزوجه تعرفوا النقطه اللي انا قلتها، اي مكان اجي للرجل مكان واحد اللي هو فراش الزوجيه. فانا الحقيقه قلت له لا، انا لو عندي شاليه في الساحل الشمالي واخذت امراه وزنيت بها، طب ما ده مكان زوجيه، لانه يصلح ان ناخد زوجتي واولادي هناك، فالمفروض تعمم عليا زي ما بتعمم عليها. طيب جه قال لي انه شريك الزوجه لو حصل واتحكم على الزوجه بحكم بات لا معقب عليه وخلاص تلبست بالزنا واثبت، وخلي بالكم جريمه الزنا من جرائم الشكوى، برضو المشرع عمل لي فيها مشكلتين، قال مدتها 3 شهور اللي احنا بنقول 90 يوم، وقال اللي بيحرك دعوى الزنا الزوج، فجيت انا اختلقت له جنايه من عندي، قلت اذا فاجأ الزوج زوجته وهي في وضع الزنا مع العشيق او الشريك واخرج سلاحه لقتلهما فتمكن منه وقتلوه، هم هيبقوا في حاله ايه؟ عن النفس، لان المشرع حمى النفس ونفس الغير والمال ومال الغير ولم يحمي العرض. وبالتالي طيب انت لما قلت هذا الكلام وربطت لي جريمه الشكوى على الزوج يحركها، الراجل اتقتل، مين يحركها؟ ابوها؟ لا. اخوها؟ لا. امها؟ لا. طالبت ان تحرك النيابه العامه، مش هي والنائب عن الشعب، نزل لي يا فندم تشريع خلي النائب العام ورجاله وكلاء النيابات ورؤساء النيابات يحركوا هذا الامر، هذا هو قصور ايضا في هذا التشريع. نعم. كويس. معلش انا بقول لك وضعه عند قتل، مين اللي حرك ده؟ لسه الدعوه بتاع الزوجه الاخرى هحركها لك واقول لك الكسور اللي فيها الاخرى. اسمعني للاخر وبعدين نتناقش.
معايا؟ طيب، فاللي حصل انه ادى الميزه لده وما اداش لهذا. طيب دورت على نقطه تانية، قال لي شريك الزوجه لما اتحكم عليها بحكم بات برضه هو ما عليكش النقطه وما خلاش النيابه العامه تحرك، فاصبح الراجل ده هندور بقى على اي جريمه اخرى ان كانت قضيه اداب، قضيه كذا كذا كذا، لكن مش هنستطيع تحريك دعوى الزنا. طيب جه بعد كده قال لي اذا بقى تمسكت الزوجه وزوجها وتلبسوا بجريمه وعشيقها بجريمه الزنا ودخلوا المحكمه ووصلوا للعقوبه اللي هي ضئيله اللي هي السنتين، ودخلت وجه الزوج والله ربنا اكرمه وقرر انه يعفي عنها، يروح رايح المحبسه ويقدم ورقه للنيابه انا بتنازل خلاص وعايز مرات، يقولوا له مع السلامه. قلت له طب والشريك؟ قال لي لا ما يستفدش. قلت له ايه؟ اذا كان من عرضه قد مس انت قبلته ليه ما يعفاش ده؟ انا مش في طرف الزاني، لكن انت سايبه ليه؟ اذا كانت صاحبه الاثم انت قبلت انك تعالج لها الامر وتمشيها، ايضا هذا قصور في التشريع. الاكثر من هذا وكان مذهلا، وهتجدوه عندكم في القانون في الكودين، اقروا اجراءات وعقوبات. يقول لحضرتك انه الزوجه برضو اللي هتحرك دعوى الزنا على جوزها بس يكون في فراش الزوجيه. طيب يقول لك لو حصل انه الزوجه حركت وقعه الزنا على زوجها وجت هي بعد كده زنت ملوش يحرك قصادها. نعم متخيلين انا بقول ايه؟ اللي هو يعني زي بالظبط ايه؟ اما تكوني قاعده حضرتك او حضراتكم فاهمه؟ بالظبط، وبابا دخل لقاني انا لقيت ابويا بيشرب سيجاره حشيش فرحت شارب قصاده، قال لي قلت له ما انت شارب مش كده؟ الموضوع ببساطه شديده، لكن المقارنه لا يعني فرق رهيب. يعني انا زنيت اوكي ومسكتني زوجتي وحركت دعوه الزنا ضدي، بعد يومين ادخل الاقيها بقى ماسكه الشيشه وقاعده وعايشه، ايه ما مالكش عندي؟ القانون قال لي ان انا مش يعني انت مش هيعتد بدعوى الزنا بتاعتك. ده اكيد قصور ولا مش قصور؟ دي مشكله. طيب حاول ايها المشرع او البرلماني او مجلس النواب انك تدور على الرسائل العلميه والابحاث اللي عملوها اساتذتنا واللي عملناها عشان تاخد منها وتشرع، لانه القاضي اللي بيحكم بيحكم بيك، وانا بدافع بيك. اذا كنت انت نفسك شرعت ما لم يقبله العقل ولا يتسق والمنطق بتاعنا، وده شغلنا. طيب انا فوجئت من كام يوم في مكتبي بزوج جايني قال لي انا مخلف 3 اولاد، وبعدين مسكت تليفون زوجتي فجاه لقيت اوضاع غريبه جدا. قلت له بتبوسه وبيحضنها بتصورين فيديوهات ماشي. قال لي فرحت النيابه وعملت محضر زنا شكوى وقدمته. انا تحفظت على اللفظ عشان المشرع بتاع الله يكرمه حطتني في علبه، هنا فين وقعت الزنا مش عارف اثبتها. فكانت نفس الاجابه اتقالت له من السيد وكيل النيابه، قال له يا ابني انت مقدم زنا ليه؟ دي شويه صور وشوية نايمة على كتفه ومش كتفه بتاع. قلت له طب والنبي الله يخليك قول لوكيل النيابة الدكتور جمال بيقول لك كيفها بمعرفتك يعني، أو النبي يعني الله يسترك يعمل لنا حاجة يمكن أنا أشتغل عليها، عايز أجيب لها قاعدة. فقال له يعني، قال له يا ابني المحضر ده مصيره إلى الحفظ. يعني أنتوا متخيلين قد إيه الأمر؟ يعني رجل أصبح عنده شك في أولاده، أصبح عنده شك في زوجته، أصبح عنده شك في رجولته فيه، وفي الآخر يحفظ لأنه أنت قلت زنا وهو مش زنا، لأنه الزنا لابد ولابد ولابد، وأربعة شهود وخيط يمر، والمشرع أصلاً ضيق الأمر، والمشرع الإسلامي ضيق الأمر، فالمشرع القانوني راح داخل مع اللمة وضيع حق الذكور والإناث في هذا الأمر. دي من العوار اللي أنا بشوفه في جزئين في جريمة الزنا وقد إيه خطورتها، وجريمة الاغتصاب وقد إيه خطورتها، وفي كل الأمور لم يراعي الشريك أو المساعد. أنت حبست الشريك وجيت في وقعة الزنا ما يبصتش على المرأة خالص،
ما ممكن تكون برضو هي شريك في تجهيز شخصه وتخديرها ووضعها في وضع معين وبمساعدتها ادت لارتكاب الجريمه، ما حطت لهاش عقوبه زنا ليه؟ ما حطت لهاش عقوبه اغتصاب ليه؟ كفاعل اصلي او كفاعل معنوي او كمحرض او او او، لانه احنا لما باجي اقيس على الجرائم الاخرى اللي هو لما بتجيبي عيل فاقد الاهليه او عنده مانع من موانع المسؤوليه وتدي له قنبله صغيره وتقول له ارميها في القاعه، هنا لما بيمسكوه ويشوفوا قواه العقليه ما فيش هيسالوه مين اللي قال لك اعمل كده؟ الدكتور جمال. يبقى جمال هو الفاعل الاصلي، هو اللي حرض، هو اللي شغل. انت ليه ما بتقسي على كل مناحي القانون الذي نتعامل به جميعا على هذه الامور، انك تاخد من هنا تقيس على هنا وتقيس على هنا. دي الحقيقه انا بحاول. اتفضل. مين هتقدري تقيسي عليها انت؟ بالظبط كده، بالظبط كده. لانه لا يقع الزنا من المرأة، لانه هو قال الزنا رجل متزوج وامرأة متزوجة. طب يا عم الحاج ده الست المتجوزة التانية هي اللي عملت بيتها وجابت الست دي استدرجتها ومكنت ده انه يزني بها الزوج والزوج، ملهاش دور؟ لا ملهاش. ولذلك لما جيت اطلب بقول لك الراجل في النيابة قال له يا ابني هحفظ المحض، قال له ليه؟ قال له ما عنديش وقعة زنا. فأنا عايز أقول له طب ما تكتب خيانة أمانة. قال لي أمانة إيه؟ قلت له أمانة العرض. مش ما هو الراجل مننا عرضه مين؟ زوجته مش هو، لأنه الرجل حتى خلي بالكم اللغة الدارجة إنه يقول لك ده اغتصب ولد. لفظ الاغتصاب لا يقع على الرجل. ولذلك كنا في القرآن ندرس ونقرأ عن آل لوط، اللوطيون، مش كده؟ الرجل لا يغتصب إنما يهتك عرضه. وبالتالي ما تقومش عليه الجريمة دي، لكن جريمة الزنا تمس عرضي أنا كرجل في زوجتي. المشرع لم يراعي كل هذه الأمور. وأنا الحقيقة يعني كانت دايما نقطة بتضايقني جدا لما كنت أسأل وأنا بناقش كتاب أو رسالة من اللي بعملها، يا دكتور جمال أنت مش عارف مين المشرع؟ فكان بيزعجني الجملة دي قوي، لأن أنا مواليد عجوز شوية عنكم كتير. كنا زمان اول ما يجي يترشحوا للانتخابات يقول لك عايزين واحد فئات، واحد عمال وفلاحين. اقول له طيب الفئات شروطه ايه؟ يقول لك ان يجيد القراءه والكتابه بس. طب والعمال وفلاحين؟ يقول لك يكون عضو في نقابه فلاحين وعنده ابعديات. ولذلك طب ده يدخل جوه يقول له ما الفرق بين علبه سجاير الفلوريدا والدستور؟ يقول له لا الدستور حامي شويه لكن الفلوريدا اهدى شويه. ما اعرفش يعني ايه الدستور يا جماعه. فاذا كان هذا هو الذي يشرع ليا يبقى احنا في خطر. وانا قلت الكلام ده، قلت الذي يستطيع ان يشرع انا وانت اساتذه الجامعه، رجال القانون، رجال الجامعات من فئات مختلفه، مهندس مع طبيب مع ضابط مع محامي مع مدرس قانون مع مدرس علم نفس، كل دول هو ده اللي يحط لي التشريع. انما انا بافاجئ انه سين عنده 17 مصنع وصرف على الدايرة وعمل وبقى النائب، هذا النائب ال 500 600 واحد دول بيحلوا محل 105 مليون. فساعات بيطلعوا لنا الطبيخ ما استواش، ناخده احنا اللي يجي له مغص معوي يتحبس جهلا يقع. ولذلك انا كان شغلي الشاغل في دراستي هو الاجراءات الجنائية، لانه انا يقينا كل الإجراءات اللي هتمر عليكم وهتشوفوها في محاضركم وفي قضاياكم ملؤوها الأخطاء في الإجراءات، لأنه اللي شرع ما زبطش والضابط اللي درس ما ذاكرش والقاضي هيحكم على المكتوب. فأنت دورك هتمسك هذا الكلام وتفنده كلمة كلمة وحرف حرف. طيب طلع لنا قانون جديد وكان موضعه حسن في 2018 مع الابتكار، وربنا اكرمنا وجالنا الايفون وجالنا التليفون وابتدينا نسمع عن الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى مش عارف ايه، واحنا طبعا ما بنصدق. كلنا اشتغلنا على هذا الامر وما سبناش حاجه خالص، ولكن المشرع بقى تدارك. وانا اعتقد ان هذا التشريع
كان بوصية من رئيس الجمهورية، لأنه فوجئنا أنه أنا زعلان من حسين بيه، بروح جاي على الفيسبوك ومديله شغال. حسين بيه عشان راجل قانون يتحفظ على اللي أنا قلته ويعرف يجيب حقه، فراحوا مطلع لنا قانون 175 لسنة 2018 متعلق بالجرائم المعلوماتية اللي هي احنا فيها معلومات، بس جه في تقسيمها قال لي خلي بالك انا هتعامل معاك على جزء خاص بالانترنت، لانه الانترنت هيبقى دولي، يعني سوري باللفظ بنقول فضيحة على مستوى العالم، وهتعامل على الواتساب وعلى الماسنجر والحاجات دي لوكال، يبقى زيها زي الاتصالات التليفون العادي بتاعي. وبالتالي ابتدى يشرع لي 45 مادة، منها انه انا لازم انبه حضراتكم انه دائما وابدا هذا الجهاز احنا 3 مش 2، كثيرا يتصور انه بيتعامل مع الدكتور جمال منه ليا بيشتمني وانا بشتمه او بيكتب لي وانا بكتب له، احنا في امان. لا، احنا في امان في حوارنا، اذا كان منضبط وما فيهوش حاجه تمسنا فاحنا في امان، ولكن اعلم جيدا انه مباحث الاتصالات تتعامل معنا جميعا كلوحة قدامها كده تشيك اب علينا كلنا، اللمبة دي بتنور، نسمع ده، نشوف ده بيكتب ايه، ده لانه ده يعتبر امن قومي، بيخرج منه جرائم بتنجاب ويقولك وما عرفوا ازاي ان فلان بيتعامل مع شبكة كذا او بيتجسس او. انا الحقيقة عندي ابن اخويا، انا شخصيا ضابط في مباحث الاتصالات في الوزارة، ما يحكيه لي يجعلني اما امسك الموبايل اقرأ قرآن. انا اكلمكم بمنتهى الصراحه، يعني اول ما حد يقول لي اقول له بسم الله الرحمن الرحيم السلام كده، يعني ليه؟ لا، احنا كلنا في هذا، وبالتالي والله دي حقيقه صدقيني. فبالتالي راح جاي المشرع وقال هنعمل مباحث بقى للانترنت ومباحث للاتصالات. فاللي بيحصل انه انا حد سبني او قذفني او شتمني او شهر بيا، كل ما في الامر انه انت بقى عندك ميزه كويسه قوي في الجريمه دي، وانت بتشتغلها للموكل بتاعك وانت بتشتغلها لنفسك، انه انت جالك ادله الثبوت لوحدك، جالك الشهود بتوعك، هو بيدخل على الاي دي بتاع الموبايل اللي انت اتشتمت منه ويروح مطلعه مباحث الاتصالات في كليه الشرطه القديمه بالنسبه لنا هنا في القاهره، بيدخل ويروح عامل وبالمحضر انت بتعمله عندهم، والله فلان شتمني وقال وقال وقال، ودي برينت اوت ورقم تليفونه اهو والرقم بتاعه، هو بيروح عامل يكتب محضر تحريات زي اللي بنجيبه من الشرطه العاديه، بالبحث على الموقع الالكتروني كذا تبين ان الرقم ده يخص فلان ومدته كذا ومكانه كذا كذا كذا، بعد ما سبق بيرجعها للنيابه المختصه اللي فيها محل اقامه المتهم او المجني عليه، تبدأ النيابة تستكمل وبعدين تروح محولها على الشؤون المالية والتجارية في مكتب النائب العام. النائب العام بيعد الأمر ويحيل للمحكمة الاقتصادية. الجميل في الأمر أن المحكمة الاقتصادية في هذه الجرائم تبدأ عقوبتها من 50,000 جنيه إلى 5,000,000، وعقوبة أخرى من 6 أشهر إلى 5 سنوات مشدد. خلي بالكم، هذا الأمر في الانترنت وهذا الامر في الاتصالات نفس الوضع، شتمك على الواتساب هتعمل المحضر في كلية الشرطة بنفس الاجراءات، ولكن تركز الانترنت له مباحث والاتصالات لا مباحث، لان دي هتبقى داخلية وهيبعت يجيب من شبكة الاتصالات بتاعتنا تحريات وهيأكد وهنمشي في ذات الاجراءات. فدايما ناخد بالنا بقى من ايه، مش كل السب والقذف او التشهير أو الإساءة إلى شخص بتكون مباشرة، وهذا هو الفرق بيني كقارئ قانون وكرجل قانون وكمحامي، أنت المستشار الفعلي لنا مش القاضي، القاضي هو قاضي، أنت تسأل فتجيب فأنا بستشيرك، فلازم وأنت بتستشار تفهم الإيماءة، يعني احنا قلنا السب والقذف والحاجات دي تيجي بالإشارة بالإيماءة بالإيحاء بتأييد آخر جنبي، أنا بقول على سين ده حرامي يوم حسين بيهز وشه كده أيدني في الأمر، إحنا الاثنين اتكلمنا سبناك،
فبالتالي لابد أن يعني تقفز داخل الكلمة وتبدأ تحللها. واحد له اسم واسم شهرة واسم دلع، لما أجي أقول مثلا يوسف بنقول له يا جو، فلو واحد كتب كلمتين بيشتم واحد اسمه جو، أبدأ أحلل إنه فلان ده هو كذا اللي اسمه كذا اللي هو كذا، قال له مثلا يا بتاع البطاطس لأن باباه عنده وكالة بتاعت كذا، تبدأ هو ده التحليل. ده مين اللي هيعمله؟ أنت. اللي هينشئ الجرم مين؟ أنت. ولذلك أنا بقول لكم النيابة وقفت عاجزة قدام تكييف أمر غير الزنا، قال له والله يا ابني ما عنديش حاجة، ده مش زنا. فدائما وأبدا إذا كان المشرع بيأيد علي الإجراء أنا المفروض أتوسع في هذا الإجراء بمداركي أنا، وبالتالي أنتم مطالبون كل واحد منكم تعرض لقضية لم نسمع عنها. مش عيب أبدا إنك تكتب وتعملها في نسخة وتيجي المعهد يا حسين بيه أنا قريت موضوع جديد واشتغلت عليه وخدت حكم فيه إدانة أو حكم براءة المتهم بتاعي، لكن كان القصور في هذا الأمر هو كذا وكذا وكذا. تأكدوا ده مش عيب خالص، لأنه أنا شخصيا في المحاضرة اللي فاتت كان حصل أمر وناقشت فيه الأساتذة زي حضراتكم في القاعة، إنه موكل جالي قال لي والله دكتور جمال أنا عندي ميراث من بقاله 22 سنة أولاد عمي واخدينه مني. قلت له كويس، وادي ورق الملكية أبويا والأرض ونسبة أبويا ونسبة. طيب أوكي، الطبيعي إحنا كبتوع جنائي قانون اللي طلع جديد بتاع المواريث ما عرفش شفتوه ولا لا، اللي هو بيدي 6 شهور. ها حلو قوي، الأمر ده طلع من المشرع بهذا الأمر، اللي هيمتنع عن تسليم الحصة نديله 6 شهور ولو تكررت تبقى سنة و200,000 وربنا معانا. هل والله اللي بحكيه لكم ده حقيقي وهقوله لكم بتفاصيله يعني. فجبت القانون، جميل، قلت له ما تقلقش مش دورة الملكية وده الميراث بتاعك وده وده. قال لي ده انا روح تعمل حتى دعوة فرز وتجنيب، قعدت 5 سنين ولما كان الخبير بيروح لهم ما بيفتحلوش الباب بتاع المعاينة، ما بيفتحلوش بتاع المساحة ما، فقالوا لي القانون ده جديد وده بيقولوا بيخلص بسرعة. خلاص حاضر، خدنا إجراءاتنا وعملنا جنحتنا وتمام وزي الفل، وأعلننا الناس، بعتنا لهم الأول الإنذار قبل الجنحة ب15 يوم واستلموه بكل ثقة وأمانة وسعادة جدا. فأنا فرحت والله، قلت خلاص الواد ده هيتحبس يعني وده ياخد حقه يعني. بعد 15 يوم عملنا الجنحة وأعلناهم، أعلنوا وما حضروش، أعلن إداري وما حدش جه. فوجئت بالسيد القاضي براءة غيابي. طب ليه؟ اللي هو إيه بقى؟ فرز وتجنيب. طب أنا لو عندي فرز وتجنيب مش محتاج الجنحة دي، وده اللي أنا كتبته لمين؟ لحمادة الصاوي النائب العام، عملت له مذكرة. اتفضل. لا مفيش، لا معلش استنيني، انت لما كتبت في القانون ما قلتليش في لائحته التنفيذية علشان تجي للمحكمة. اتفضل. قول. هتصدقني لو قلت لك الإشهار كان موجود؟ ومع هذا قلت للنيابة أرجوك استأنفي البراءة. استأنفتها؟ قالت لك لا لا البراءة كويسة أوي. فرحت كاتب لحمادة الصاوي، لأنه قابلت رئيس نيابة في مكتبه قلت له أفهم أما بيطلع قانون له ليحته، قل لي أعمل للراجل ده إيه؟ قال لي والله القاضي بيقول فرز وتجنيب. قلت له طيب ما لو عندي فرز وتجنيب هروح على المحامي العام أقول له مكني، مش محتاجة أدخل محكمة ليه؟ زي ما بتاخد حكم بتاع شقة ملكك وحد منتزعها أو بتاخد قرار تمكين وتروح تركبها وبعدين نعيش مع بعض. قال لي هو والله. قلت له طيب في مسلك آخر لو عملنا محضر في النيابة؟ قال لي بندي عليه حفظ. يبقى أنت برضو بتشرع لي قانون حفظ. قال لي بدل ما فيش في الورق فرز وتجنيب بدي حفظ. تمام؟ إذا كان هذا الأمر يبقى أنت من باب أولى طلعت لي بقى ده ليه؟ ما يتحط لي فيه تقول لي لما تحب ترفع جنحة مباشرة
أو تعمل محضر علشان تتمكن من كذا وكذا لابد أن يكون معك واحد فرزه تجنيب اشهر إرث 15 شاهد يحلفوا بالطلاق إن الأرض دي بتاع خالك مش كده؟ ما ينفعش. وهو اللي ركبها واحد من الستة المعادين نفس الوضع اللي بحكوله فيها. ها؟ بعد الخمس سنين بقولك ما كنوش يدخل من الباب طلعوا ميتين أم. مش قانون. أنا بحكي لك. فالحقيقة تفضل. تمام. لا ده أنا فوجئت بقى أنه تقال لي حاجة ألطف من كده. قالوا لي والله في دوائر بتدي ودوائر لا. قلت له والله ياسين بيه. فقلت لاحد الطلبه في من الاساتذه المحامين الدوره المحاضره اللي فاتت قلت له انت بتقول؟ قال لي عندنا مش عارف في قريه كذا خدت المين ومين. قلت له ممكن تبعت لي الاحكام؟ والله العظيم بعتها لي وبلا اي مطلب من اللي انا بكلمكم فيه. فاذا كان هذا هو الامر ان الاحكام أو التشريعات تبقى طبقا للأهواء فنحن في خطر. صدقوني صدقوني. ما هو النهاردة ما هو القانون بيطلع النهاردة عشان يعالج ده. لكن لما بتيجي لايحة فيه بقول فيها قصور بقول للمشرع من فضلك اديني ضوء أخضر عليها عشان أقدر لأن أنا دوري إيه. خلي بالكم انت مرة بتبقى مع المتهم ومرة مع المجني عليه مرة مع المدعي ومرة مع المدعي عليه. فأنت ساعي دائما لتحقيق الحقوق إنك تجيبها. فلازم يساعدني المشرع ويديني إجراءاته اللي أقدر أشتغل عليها. عايز تقول حاجة؟ اسمعوا عشان بس نبقى فاهمين كويس قوي. القانون صدر وبيتطبق وبيتنفذ. تمام. إن احنا بنتكلم بقى عايزين نعدل عايزين لائحة. ده لا يمس القانون. طبعا احنا مش بنقول واجب التنفيذ يعني دعوة البذل والترنيم دعوة بيحكمها القانون المدني تماما وأطرافها وبعرفين الأدلة فيها إيه الخبرة والكلام ده كله والعقارات إيه وعقارات متنوعة ومتعددة. المسؤول عن كل ده السادة المحامين عشان الأطرافات عندنا بعد غروب ده كلام صح. أنا بيه بعدين أنت بتحت على المدعي وأنا بحت على المدعي عليه. أنت ليك طلبات وأنا ليه طلبات المحكمة أو الدعوة نفسها واستنادتها المدعي عليه على حق المدعي على حق وبيطلب وبيقدم وبيقدم المستندات كلها وبيقدم المحكمة بمتدل لجنة من الخبرة وتنتقل وتعاين وتحدد الأنصوة عشان يبقى الكلام واضح. المحكمة بعد الخبرة ما انتقلوا الأعيان التداعي كلها ويحددوها أي كان أنواع التداعي سواء عقارات او سيوله او ايا كان او على اي حاجه. هنا اللجنه الخبره بتحدد التركه قد كده اعياد التركه قد كده بتقسم التركه كل حسب نصيبه الشهري عشان يبقى الكلام واضح. التقرير بتاع الخبير بيروح المحكمه المختصه. المحكمه المختصه بتقرا التقرير او اذا كان حد عايز يطلع عليه المحكمة بتأكد أسبوعين شهر يجي يطلع على التقرير وتيجي على المحكمة حجز الدعوة للحكم وتحكم بما انتهى إليه الخبير من تحديد الأنصبة تحديدا دقيقا كل واحد بياخد حقه سواء أموال أو عقارات أو الكلام ده كله. فإذا هنا مفيش حاجة اسمها أنا القانون يتعدل ولا بيتعدل لكن القانون الساري دلوقتي في اي موضوع بيحكم اي موضوع هو القانون اللي ماشي ولكن اللي بيطول الدعوه احنا عشان يبقوا عارفين اللي بيطول الدعوه المحامين المدعي والمدعي عليه كل واحد عايز النهارده لا ناجلها شهرين ناجلها ست اشهر. طب يجي الخبير مثلا عامل تقرير وبعده للمحكمه والمحكمة خلاص التقرير خلص المحكمه هتقعد يوم يجي المدعي يقول له اسعاده الرئيس انا بطلب اعاده الدعوه إلى لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء حيث أن ما جاء بتقرير الخبير المرفق بالأوراق خالف كذا أو فيه عيوب كذا كذا ولا فيه عيوب ولا فيه حاجة ماشي. بس المحكمة هتعمل إيه؟ المحكمة بترجع تاني لمكتب الخبراء وفي الأوفة وعزالة
يجي تيجي محكمة تانية تقول له أستاذ الخبير موجود، والمحكمة طلعت على الخبير والخبير فحص وحدد الأنصبة، قلت لبطل من كده عشان المحكمة مش هتعيد الخبير. بيحكم خلاص. فإذا عشان يبقى احنا بنتكلم في حدود القانون وبنتكلم ايه اللي لنا عشان ما نخرجش. المشرع يعدل زي ما يعدل، لما يعدل والمجلس يوافق على دماغنا وهنشتغل عليه. لكن اللي موجود ده بتاعنا، واحنا اللي مسؤولين عنه، واحنا اللي ربنا هيسالنا عنه برضه عشان تبقى عارفين. ده دوركم طبعا طبعا طبعا. يعني انا جايني سؤال من احدى الزملاء بتقول، خليكم معايا، الزنا يقع على الرجل الأرمل أو السيدة المطلقة؟ هي بتسأل رأيكم إيه، يقع ولا ما يقعش؟ انتفت صفة الزوجية على هذا وذاك فبالتالي لا يقع. أيضا سؤال كانت بتقول هتك العرض، بتتكلم في هتك العرض، بتقول لمس رجل أو امرأة، أو لو راجل قام بتجريد امرأة من ملابسها ده يعتبر هتك عرض؟ أكيد طبعا، ما في أكتر من كده، ده عايز ينذبح، بس هو هتك عرض. ولو واحدة بنت تقوم بالاعتداء على بنت أخرى وتفقدها عذريتها؟ لا، الجلسة الجاية دي بقى نبقى نحكي فيها عشان المعاد. أنا شفتي، هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه. بشكركم على حسن الاستماع وتشرفت بحضراتكم جميعاً.